عايزين ندخل المفاهيم الحياتية اليومية تحت الميكروسكوب ونتكلم فيها. عايش وسط الناس حواليا زي سمك عايم في طيار تقاليد أحكام مفاهيم أوهام، بس ليا الاختيار يا إما عيش منسوخ زي اللي حواليا عادي بحاول أرضي الناس لكن عن نفسي مش راضي، وعيش منبوذ وارسم لحياتي المسار، نفسي أعيش حرية وأنا بإيدي القرار، بحلم أطير بس أفهم يعني إيه حرية، مفاهيم كتير أولها المسؤولية وإزاي أعيشها وأنا أعبر رغباتي، بإيدي أغير أو أدمر حياتي. في ناس كتير بتفكر ان الحرية هي اني اقدر اعمل اللي انا عايزه، بس مين قال ان تحقيق الرغبات هو فعلا حرية؟ اللي انت عايزه كتير اصلا بيبقى متناقض، بتبقي عايزة الحاجة وعكسها، ما يكلمكيش بس ما يسيبكيش، او تريح وما تعملش حاجة بس تبقى حياتك ليها معنى وبتنجز. مش بس رغباتنا ساعات بتبقى متناقضة، لكن هو انت ليه بتعوز اللي انت عايزه؟ وهل انت حر تعوز حاجة غير اللي انت عايزها؟ يعني مثلا في وقت في امريكا شركات السجاير كانت عايزة تزود مبيعاتها، في وقت في ستات قليلة قوي كانت بتدخن، فطلع واحد بفكرة انه يتم الترويج للسيجارة على انها رمز تحرر الست والتخلص من سطوة الراجل، والمبيعات ضربت في السقف. ساعتها ليه ستات كتير كانت عايزة تشرب سجاير؟ عشان قعدوا يفكروا بعمق وعندهم اسباب قوية؟ علشان ده متماشي مع اعماقهم؟ لا، عشان تبع لهم فكرة ان ده هيخليهم اقوية ومتحررين. ليه بقى انت عايز تشتغل الشغلانه دي؟ او ليه عايزه تتجوزي اصلا؟ او ليه عايز تتجوز واحده شكلها عامل كده؟ او تجيبي الشنطه دي بالذات؟ لو فكرنا كتير من رغباتنا هي نتيجه مجتمعنا وتربيتنا والظروف اللي عدينا بيها. اهلنا كانوا بيعملوا حاجات معينه فالحاجات دي اتحفرت جوانا، كانوا بيعملوا كذا فبقينا عايزين نعمل نفس الحاجه عشان اتعودنا عليها او اتزرع فينا انها حاجه كويسه، او بالعكس لاننا متضايقين من اهلنا فاحنا عايزين نعمل عكس اللي كانوا بيعملوه بالظبط علشان ما نبقاش زيهم. في الحالتين انت مش حر، انت بتعوز حاجات بسبب حاجات عديت بيها وبسبب الناس اللي معششة جواك، او بسبب افكار موجودة حوالينا طول الوقت في الاعلانات والمسلسلات والمواصلات وفي كلام الناس في الشارع. ساعتها ان الواحد يعمل اللي هو عايزه مش حرية لكن عبودية للرغبات، الرغبات اللي هي اصلا مش اصيلة فينا مش بتاعتنا. وهنا بنكتشف مفهوم اعمق للحرية، فيها مش بنتحرر من قيود خارجية لكن من قيود داخلية، حاجات اتزرعت جواك وجوايا وسيئانة واحنا مش واخدين بالنا او مش واعيين ليها، او حتى لو عارفين وواعيين لها مش عارفين نقول لأ. تخيلوا حاجة زي الإدمان. في الوضع ده انت باسم الحرية فقدت الحرية. في الأول انت قلت اني انا حر ان انا اتعاطى ده او اشم ده، بس بعد فترة ما بقتش عارف تبطل، مش عشان حد منعك من بره لكن عشان فقدت قدرة كانت عندك، عشان اتشكلت وتسستمت بطريقة خلتك ميال للمخدرات وعايزها ومش عارف تسيبها. الحرية هنا مش انك تعمل اللي انت عايزه، انك تشرب المخدرات، لكن انك تبقى قادر تعمل الصح اللي يخليك نفسك اكتر. الحرية هنا انك تمشي مع حقيقتك، مع الحاجات اللي جواك، وتتخلص من الحاجات اللي بتسوقك وبتكتفك عن انك تعيش الحياة بعمق او انك تكوني نفسك للآخر. لكن طبعا هنا تطلع اسئلة كتير، ايه هو الصح؟ وايه هي الحاجات اللي هتخليني نفسي؟ وايه الحاجات اللي انا عايز ابقى قادر اعملها؟ هي ايه نفسي اصلا؟ هو انا مين؟ ايه هي اعماقي الحقيقية مش الحاجات اللي زرعوها فيا عشان ابقى شبههم؟ واجيب منين القوة؟ ايه او مين ينفع يساعدني عشان اتحرر من حاجات بقالها سنين بتشتغل جوايا وبتحركني من غير ما اخد بالي؟ ايه الاوضاع اللي فيها حرية حقيقية؟ وايه الحاجات اللي بتعكنن قوي لما ببقى مش قادر اعملها او لما تبقى مش عندي؟ لكن الحقيقة اني مش حر وانا بعوزها وهتخليني مقيد أكتر.